في نادي الزمالك بيقولوا ان في صفقة خلاص بقت على الاعتاب يا مسهل، بيقولوا ان في صفقة على الاعتاب مش عارفة تفضل على الاعتاب امتى. ومصدر في الزمالك اكد ان الاتفاق على كل التفاصيل تم ويتبقى خطوة واحدة بس. ايه بقى الخطوة الواحدة؟ قال لك التفاوض مع النادي. امال ايه الخطوات اللي تمت؟ قال لا، امال ايه الخطوات اللي تمت؟ يعني هو بيقول لك ان في صفقة، هقولها لك دلوقتي، اللي هو محمود حمادة بتاع فريق فاركو ومنتخب مصر. فبيقول لك كل حاجة بقت زي الفل، عظمة جدا، كل حاجة زي الفل. عملتوا ايه يا جماعة؟ قال لك خلصنا كل حاجة. طب ايه هو كل حاجة؟ قال لك كل حاجة يا جدع، امال ناقصكوا ايه؟ قال لك ناقصنا نتفاوض مع النادي اصلا. خطة في منتهى الذكاء يا رجالة. يعني انتوا اصلا ما تفوتوش مع النادي اساسا، ده اللي ناقصكوا؟ هو اصلا في ايه تاني يتعمل؟ هو الواحد لما بيروح يشتري لاعب ما بيروح يتفاوض مع النادي؟ دي الخطوة الأولى المفروض، خليتوها الأخيرة؟ يعني ما انتوا كده عملتوا ايه يا جدعان؟ انتوا عايزين تجننوني يا جدعان ولا ايه؟ والله والله العظيم ده خبر وطالع من مصدر من جوه الزمالك، اقسم بالله مش بحكي لكم يا جماعة قصص خيالية، اقسم بالله ده الكلام اللي بيتصدر. يعني ده الكلام ده، يعني الكلام ده لوجيك بقى، فاهم؟ اللي هو يا جماعة احنا بنطمن جماهير الزمالك، احنا خلاص قربنا من صفقة منتظرة وكل حاجة خلصت، طب ناقصك ايه؟ قال لك ناقصة تفوض. انتوا عظمة عظمة. مصدر من نادي الزمالك اكد ان تم الاتفاق على كل التفاصيل. اسمع الخبر كده انت نفسك هتضحك غصب عنك. ويتبقى خطوة واحدة فقط وهي التفاوض مع نادي فاركو من اجل التعاقد مع محمود حمادة. برافو برافو، عظمته، الله ينور عليك، تو الله ينور يا جماعه، حلو قوي. خطه في منتهى الذكاء، اتفاوضوا يا حبايبي يلا. ما علينا، والله العظيم الواحد تعب، اقسم بالله تعب. البرنس طارق حامد، يا ريت شباب عشان بعد قبل ما نتكلم عن موضوع طارق حامد نعلي اللايكات كمان مرتين ثلاثه كده في الحنان في اللذيذ، دعما وحبا في قناتكم، دي قناتكم مش قناه انا والمجهود اللي بيتعمل عشان حضراتكم. يا ريت لو سمحت نعلي اللايكات اكتر من كده شويه، دعمكم مهم. عشان نخش على موضوع طارق حامد. طارق حامد في خبر عرفناه بعد الاخ نونو سانتو المدير الفني لفريق الاتحاد السعودي ما قال هيرفع حجازي من القائمه لانه متصاب اصابه طويله، وقال ان طارق حامد هيقعد، ده اول كلام اتقال. ثم بعد كده قرر التعاقد مع مين بقى؟ فيبينيو. مين فيبينيو ده؟ فيبينيو لاعب فريق ليفربول الاقرع الطويل ده. ما تستغربش اي صفقه دلوقتي ما تستغربش في الكره السعوديه. فنادي الاتحاد السعودي اقترب بقوه من فيبينيو لاعب فريق ليفربول، بعد طبعا وجاب خلاص حتى فيرمينيو بيلعب في الهلال الاهلي السعودي، فالقصه بقت عاديه محدش استغرب الاسماء. فالمهم فيبينيو يقترب من فريق الاتحاد السعودي والاعلان على صفقه خلال ساعات. دي الناس اللي بتنجز، اللي هي خلاص اتفقت مع النادي، لو المفروض دي اول خطوه وعملوا كل حاجه والاعلان في خلال ساعات بس، زي ما الاهلي كده عامل والجماهير منتظره ايه؟ الاعلان الرسمي خلاص، اللي هو خطوه النادي دي المفروض تبقى اول خطوه، مش يجي يقول لك احنا عملنا كل حاجه بس ناقص نتفاوض. ما علينا، فالمؤشرات كلها بتقول ان طارق حامد اصبح خارج جدران نادي الاتحاد السعودي. طيب اللي بياكد الكلام ده ايه كمان؟ ان طارق حامد بنفسه حذف من حسابه على انستجرام متابعته او كلمه لاعب في فريق الاتحاد السعودي. هو طبعا كان كاتب على انستجرام لاعب في فريق الاتحاد السعودي وهو شال الكلمه دي خالص، فشالها. اذا طارق حامد اصبح خارج جدران الاتحاد السعودي، هو كمان اكدها. يعني فيبينيو جاي زائد هو مسح كمان كلمه لاعب في فريق الاتحاد السعودي، فاذا طارق حامد فري دلوقتي. طب الكلام بيتقال ايه؟ انا هجيب لكم خبر جاي من صحيفه اسمها عكاظ السعوديه، ودي من اكبر الصحف هناك. بتقول ان طارق حامد صاحب ال 34 سنه اصبح خارج حسابات نونو سانتو بعد اتمام التعاقد مع فيبينيو رغم تبقي موسم في عقد اللاعب. واكد المصدر ان اداره العميد ستسعى لتسويق خدمات حامد، هو مش عايزين يسيبوه ببلاش، في ظل اهتمام ناديي، ركز بقى، هما طبعا لازم يحشروا اسم الاهلي في النص، ناديي بيراميدز المصري والاهلي للتعاقد مع اللاعب. هو يا جماعه لو طارق حامد مع امام عاشور مع اشرف بن شرقي انضموا للنادي الاهلي انا هروح اشجع النادي الاهلي. واحد يجي يقول لي ازاي؟ هعتبره الزمالك وريح نفسي. يعني هو طارق حامد لو رجع من فريق الاتحاد السعودي مع امام عاشور مع اشرف بن شرقي مع الليله دي كلها انا كنت بشجعها في يوم من الايام، اشجع الاهلي واعتبره الزمالك، ما خلاص هم كلهم لعيبه الزمالك، وانبسط وافرح بس. يعني فيعني التقارير اللي بتقول ان برضو الاهلي بيتابع اللاعب، خلاص يا جماعه خدوا كل اللعيبه وخلاص والموضوع انتهى. مع امام عاشور وفي كلام كمان ان اشرف بن شرقي ممكن يروح النادي الاهلي خصوصا بعد برونو سافيو ما مشي، والدنيا هتبقى جميله، الدنيا هتبقى لطيفه، برونو سافيو مشي من النادي الاهلي،
فاصبح في مكان للاعب محترف، اشرف بن شرقي ممكن يكون هو اللاعب المحترف. واضافه مش قويه، انت يعني حط كلمه فوق القويه بشويه، تخيل ان بيرسي تاو ناحيه اليمين او حسين الشحات، وناحيه الهاف الشمال اشرف بن شرقي، انت متخيل حجم قوه الهافات تبقى عامله ازاي في النادي الاهلي؟ وبديل بقى في عبد القادر، وفي خط الهجوم في كهربا، في نص الملعب في امام عاشور، وفي طارق حامد ده لو جه يعني، وفي ديانج، وفي طبعا مروان عطيه، وفي الكندوسي، والدفاع فيه بقى عبد المنعم وياسر ابراهيم والشناوي ومحمد هاني وعلي معلول، وراحوا جابوا بقى كمان يحيى عطيه الله اللي كانوا عايزين يجيبوه، ممكن ساعتها زي ما جيت قلت لك ممكن يطلعوا الكندوسي اعاره. فالحقيقه يعني قدام ده